البداية في الأسبوع الماضي كان قد ظهر معي شخص أعتقد اسمه عواد. هذا الشخص ادعى أنه فوج أو لواء 42 من الفرقة 20 أخذوا من عندهم 13 دار سكنية، وأن القوات الأمنية أخذت هذه الدار وتم سرقة البلوك مال بيته، وأنه الفوج من الفرقة 20 قد تعرض لهم بهذه القضية. نحن بدورنا نتفاعل مع الناس ومع مظلومية الناس ولا نضطهد أحد، لكن أنا أغضب إلى حد الاستشاطة عندما تكون المعلومة مضللة، لأن أنا والقناة هنا لا نشتغل ضد إرادة الناس ولا نشتغل ضد المسؤول الشريف، ولا نقبل أن يمز أي جهة من الجهات بسوء إذا لم تكن مذنبة. وبنفس الأسلوب عندما يكون خطأ لأي مسؤول أو لأي دائرة وأي ظلم للمواطن، فأنا أتحدث وبطولة لساني على المسؤول بما يرضي الله والناس من أجل حق الناس. لذلك أنا أتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس أركان الجيش ولمدير مكتبه اللواء حسين. في نفس الليلة في نفس البرنامج اتصلوا بي وبعثوا لي ما يؤكد مع الأسف عدم مصداقية عواد حينما قال ذلك، وهذا لم يكن كلاما شفهيا أو إنشائيا. شوفوا هذا الفيديو اللي السيد عامر الفوج استقبل بها عواد وكيف استقبله واستقبل أهالي المنطقة معه. انطيني الفيديو يا همام. 18/5/2022 تم زيارة مقر الفوج من قبل الأخ عواد المشلح الشمري وكل من الإخوان أبو مزيد وأبو مشعل وأبو علي شمر أولاد عم عواد، وتم الاتفاق بحضورهم على تسليم بيت الأخ عواد المشلح حين الطلب وفي أي وقت يرتئي، وسمح بالوقت الحالي أنه يكون البيت مقر وسكن، يعني المقر الفوج بإرادته وبموافقته وهو موجود. ونشكره ونشكر جهوده ونشكر جهود الأخوان، وإحنا حاضرين في أي وقت يرتئون أنه الفوج يكون له مقر بديل ويغادر البيت، أنا كآمر فوج أتعهد بإخلاء البيت وحاضر لإرضاء جميع الأطراف. تستاهل أبو فهد. هذا الفيديو بعث لي السيد رئيس أركان الجيش. أنا دائما وفي كل الأزمنة حتى في مراحل الضعف التي مرت بها القوات الأمنية، أنا لا أسمح الإساءة لهذه القوات، لأنها جزء من ذاكرة البطولة الحقيقية للعراقيين، ولن أسمح وأقطع لسان كل من يحاول أن يسيء لهذه القوات، لأنها بيرق عراقي عالي. نتذكر بطولات هؤلاء القادة والجنود في ثمانينات القرن الماضي، ونتذكر بطولتهم ووقوفهم الجبار أمام الإرهاب. فيا عواد، من اللي دافعك بهاي القضية بابا؟ هذا جيشكم، دول قادتكم، دول الأبطال اللي حروا لكم مناطقكم، ليش هو طمعان ببيتك؟ والله لو كان لك حق في هذا البيت أو في غيره أقلب لك الدنيا، لكن تعودوا على الصدق. بهذه الفقرة تحديدا أيضا أتقدم بالشكر الجزيل للأخ اللواء الركن أثير الرباعي لتفاعله الشديد مع هذا الموضوع، وأيضا سيرافقني ضيفا عبر الهاتف للإيضاح حول هذا الموضوع. السلام عليكم سيادة القائد. عليكم السلام. بداية الشكر موصول إلى قناتكم المحققة وللأستاذ الفاضل المتألق دائما أستاذ نجم الربيعي. أود أن أبين بعض الحقائق بخصوص مناشدة المواطن عواد الشمري. نعم. أريد أن أخبره بأن المؤسسة العسكرية وجدت لخدمة المواطن، وشعارها لله للوطن للشعب، ونحن في خدمة المواطن لأجل خلق بيئة آمنة مستقرة ضمن قاطع مسؤوليتنا في قضاء سنجار والبعاج وكافة القرى والقصبات اللي ضمن القرية. نعم. حقيقة احنا التقينا بهذا المواطن من خلال عامر فوج، وتم مشاهدته عبر قناتكم الموقرة. نعم. المقطع الفيديوي
هو اشار بانه يوجد 12 منزل مسجون من قبل قطاعات الجيش الكردي الثاني. نعم. حقيقه ان فقط 4 منازل طابو زراعي مسجونه من قبل قطاعات الجيش. 2 عائده منهم الى مواطنين من سكنت حاليا يعني ما موجودين في الاقليم ولديهم اعمال، طلبنا من عندهم اكثر من مره بالعوده الى منازلهم، هم رفضوا. ومنزل الثالث عادي احد المواطنين ايضا يسكن في قضاء الشرطات، طلبنا من عنده العوده. والمنزل الرابع اللي هو شغله الجيش من قبل زوجه عواد الشنبري الزوجه الثانيه، عرضنا عليه اكثر من مره ان ندفع بدل ايجار اذا يتطلب، ورفض هذا الموضوع. طلبنا من عنده يجي هو يسكن بنفسه في المنزل ايضا رفض، وقال انا ساكن في قضاء البعاج وما احتاج انه اجي، بلعقوا في قضاء ربيعه ما احتاج انه اجي لاجلها. نعم. قلنا ايش تحتاجه يا اخينا مواطننا الغالي والعزيز علي، نحن حاضرين لك في بدل ايجار، احنا حاضرين في بدك متى ما اريد بنخليك، احنا حاضرين. نعم. فحقيقه هو بعد ما التقينا بمجموعه ايضا من المواطنين اللي رافضوه، طلبنا من عنده يعني نلتمس من عنده فتره من الوقت حتى نخلي هذا المنزل متى ما يريده، هو ايضا وافق. شكرنا موصول له ولتعاوننا مع الاجهزه الامنيه. اني اتقدم لك بالشكر الجزيل سياده القائد ولكل منتسبي الفرقه 20، انتم في منطقه ايضا ما دام نتحدث بهذا الموضوع قضيه المهجرين ومنازل المهجرين، كيف يتم اداره هذا الملف في هذه المنطقه حاليا؟ حقيقه جد استاذنا الفاضل، هناك تعاون وثيق ما بين الاجهزه الامنيه بكافه وكالاتها الامنيه مع قوات الجيش ومع المحافظ نينوى المحترم. نعم. بخصوص عوده النازحين، استقبلت انا كقائد فرقه من قاطع بعاد وقاطع سنجار اكثر من 4538 عائله على مدار كل يوم معدل من 7 الى 8 عوائل احنا نستقبل من النازحين، لكن تعرف وفق ضوابط وفق شروط تبعتها الاجهزه الامنيه مع الحكومه المحليه اللي موجوده في محافظه نينوى، وهي نجري التدقيق الامني على المواطن. لما نشاهد انه المواطن بعد ما دقق من الناحيه الامنيه لا توجد عليه اي مؤشرات امنيه، يتم استقباله في منزله. حقيقة ليس الموضوع فقط في قناة بحيلة، احنا استقبلنا تقريبا 143 تم اخلاء 143 منزل في دوميز مقابل في قضاء سنجار مقابل معسكر الشهيد الطيار ماجد التميمي. نعم. تم اخلاء اكثر المنازل من القطاعات العسكرية اللي كانت قاطنة فيه، وحاليا هناك شركات تقوم بترميم هذه المنازل. نعم. لغرض عودة المواطنين الى منازل ثانية وغامض باذن الله. انا اشكرك اللواء ركن اثير الرباعي قائد الفرقة 20، تحياتنا لكل أبطالنا بالجيش العراقي البطل.